السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم. حالك حسن؟ معكم أمين نصر الله، وفي هذه الحلقة هذه غادي ندوي لكم على لي كونسيكونس ديال الانفلاسيون. كيف ما خلينا في الفيديو اللي قبل من هذا، دونك ملي تندوي على لي كونسيكونس ولا لي غوتومبي، يعني شنو تيوقع ملي كتكون عندنا اون انفلاسيون. بيان سور في البروغرام ديال البكالوريا هاد لابارتي اورغانيزي سو فورم de d'éléments les risques d'arrondir ce qu'on a à fond parce que qui t'as tout besoin les questions de l'analyse tu veux qu'on précise un effet éventuel d'une inflation elle a les échanges extérieurs ou là elle a le pouvoir d'achat etc donc là c'est un élément on fait de la vidéo fait un moment me parle aspect de notre fond il a des limites mais quel est le tarzienna alors adna ou le conséquence à la fois c'est sur l'activité économique il y a une minute une petite nashat l'économie l'inflation عندها واحد يعني عندها واحد الكونسيكونس كي بوزيتيف عندها اون كونسيكونس نيجاتيف الوغ الكونسيكونس بوزيتيف هو ان ملي كيكون ارتفاع ديال الاسعار حنا تنعرفوا بان كيتعتبر محفز بالنسبه للشركات لان الشركات كنعتبروا بان ارتفاع الاسعار تيخليها تزيد من كميه الانتاج يعني نركل عندي شركه وبانوا لي المنتوجات كنبيعهم ب 10 درهم باغ اكزومبل او 11 درهم دايرين 12 درهم بالنسبه ليا ان هذا محفز اللي غادي يخليني نزيد في لامارج بينيفيسير ديالي الى بعت البرودوي ديالي يا سو نيفو لا باش نقدر انا نبروفيت من داك الارتفاع الاسعار خصني نطلع في الانتاج الوغ ملي غيطلع الانتاج الشركات ما كتكونش عندهم الطاقه باش انهم ينتجوا الكميه اكثر من الطاقه اللي هي عندهم حاليا سوبوزون كو الشركات اللي كاين كنهضروا عليهم دابا الطاقه الانتاجيه ديالهم هي 100 منتوج في النهار ملي غيرتفع الاسعار راه يكون محفز ليهم باش ينتجوا 150 منتوج في النهار الوغ باش يدوزوا من 100 ل 150 هنا خصهم يزيدوا 50 في الطاقه الانتاجيه والطاقه الانتاجيه ديالهم ما كتسمحش لهم يفوتوا 100 هنا اش غادي يديروا غيديروا الاستثمار يعني غادي يمشيو يشروا ماكينه جديده باش يطلعوا من الانتاج ديالهم وهذا تيخلينا نقولوا بان اكو خطير مع المستوى القريب ان الشركات ملي كيكون ارتفاع الاسعار في السوق هادشي تيحفز بانه يطلعوا من نسبه الاستثمارات ديالهم وحنا تنعرفوا الا طلع الانتاج وطلع الاستثمار غادي يخلق فرص شغل جديده وغادي يولي عندنا طاقه ايجابيه داخل المجتمع الاقتصادي وهنايا غادي تخلي تكون عندنا واحد النمو اقتصادي غيولي عندنا اون كروسونس ايكونوميك يعني اكو تيرم بحال تنقولوا بان الانفلاسيون انكوراج لي انفستيسمون اي بار كونسيكون ملي غيطلع الانفستيسمون كطلع لا كروسونس ايكونوميك وكيهبط لو طو دو شوماج حنا ما تنحاولوش نديرو اون اناليز اللي فيها بزاف ديال لي فاريابل او ميم طو لان حنا كنشوفوا غير دابا العلاقه اللي كتربط ما بين ارتفاع الاسعار والاستثمار الوغ لان على المستوى البعيد ارتفاع الاسعار كيقيس من القدره الشرائيه ديال المستهلكين وهادشي اللي تيحفز بلوتو هادشي اللي تيخلي ان الاستهلاك الوطني غادي يهبط دونك الى هبط الاستهلاك حنا غادي نرجعوا لنقطه الصفر ديالنا الى هبط الاستهلاك غيهبط الانتاج الى هبط الانتاج غيهبط مع الاستثمار وهنا غيولي عندك خلود ولا واحد ركود اقتصادي وهنا غادي نوليو ان بروبليم دو كروسونس يعني غتولي عندك واحد الغالونتيسمون دو لا كروسونس ايكونوميك الوغ عندنا اون كونسيكونس بوزيتيف ا كور تيرم اون كونسيكونس ا لون تيرم لاكتيفيتي ايكونوميك الوغ ا كور تيرم سا انكوراج لانفستيسمون مي ا لون تيرم سا غالونتي لا كونسوماسيون بار كونسيكون لا كروسونس ايكونوميك تري بيان النقطه الاولى النقطه الثانيه يعني غادي نشوفوا الكونسيكونس ديال الانفلاسيون على لي زيشونج اكستيريور دونك انا باش يمكننا نهضروا على شنو التاثير ديال الانفلاسيون على لي زيكسبورطاسيون لامبورطاسيون ديال المغرب كناخذوا جوج البلدان غناخذوا المغرب مقارنه مع واحد البي اكس سوبوزون تندو على تركيا الوغ انا كشركه مغربيه ملي كيكون ارتفاع الاسعار في المغرب كتكون اون انفلاسيون في المغرب هادشي تي غادي يخلي ان المنتوج ديالي غيرفع غيعرف واحد الارتفاع الاسعار ديالو وهنايا حتى باردون استغفر الله العلي العظيم الحمد لله راه سمعت تشدني العدسه باسكو كي داك الضبابه تتاثر عليا شويه باردون جو ديزي كو ملي غيكون ارتفاع الاسعار ديالنا في المغرب هادشي غيأثر على الثمن اللي غتبيع به الشركه المغربيه المنتوج ديالها في نفس الوقت لان المنتوجات ديال تركيا اون سوبوز كو الثمن ديالهم بقى مستقر ملي غنديروا مقارنه مع المنتوجات المغربيه مقارنه ديالهم مع المنتوجات التركيه هنا اوتوماتيكمون ملي كان عندنا اون انفلاسيون هنا المنتوج ديالهم هما كان البري ديالهم بقى ستابل ولا الانفلاسيون كونترولي هادشي غادي يخلينا حنايا كشركات مغربيه اننا المبيعات ديالنا غادي نقصوا مقارنه مع المبيعات ديال الشركات الاجنبيه اللي غنوليو حنا نجيبو من عندهم السلعه وتولي عندي اون فورت امبورطاسيون غادي نجيب السلعه لان المنتوج المغربي
ما بقاش كومبيتيتيف اون تيرم دو بري، يعني ما بقاش الثمن ديالو كيناسب القدره الشرائيه ديال المواطنين اللي عندنا هنايا، وانا غتولي عندنا تو سامبلومون اون فورت امبورطاسيون. دونك نقدروا نقولوا بان الانفلاسيون سا انكوراج لي زامبورطاسيون، لي زامبورطاسيون سو لي با اون بون شوز، ما مزيانش ليكونومي ديالنا، لان كتاكل لنا من العمله الصعبه ديالنا، لان كتهبط لينا من البي اي بي ايتترا. دونك حنا اون فورت انفلاسيون او ماروك va tout simplement participer à l'augmentation des importations ou les exportations d'un radi qlal. Ou علاش غادي يهبطوا عندنا les exportations؟ يهبطوا عندنا les exportations لان المنتوج المغربي ولا غالي على المستوى الدولي، و لا دوموند اترونجير ما غاتبقاش تبقى تشري المنتوج ديالنا، لان عرف ارتفاع الاسعار ديالو، وهنايا غنوليو عندنا مشكل في لا كومبيتيتيفيتي بري، و automatiquement ça va ralentir la croissance économique. Là on a même pas besoin de la croissance quand on regarde les exportations et les importations. Automatiquement quand je connais une forte inflation au Maroc, ça va tout simplement on va tabattre les exportations ou retirer les importations. Je vous l'axe, il y a quand une inflation maîtrisée au Maroc مقارنة مع une forte inflation en Turquie. Ce qui va se الناس حنا زعما تندويش على العالم كامل، عرفت كنحدد لكم جوج البلدان باش الشرح ديالنا يكون مقتصر على جوج دول، باش يقدر تكون عندك سيغتان لوجيك باش تفهم. الا كانت عندنا اون فورت انفلاسيون في تركيا وفي المغرب عندنا اون انفلاسيون كي ميتريزا، شنو غادي يوقع؟ اوتوماتيكمون المنتوجات المغربية غتعرف واحد الاقبال عند لا دوموند ديال تركيا، غنوليو حنا نبيعو لهم المنتوجات ديالنا، وغيطلعو لي زيكسبورطاسيون ديال المغرب، وغادي يقلو لي زامبورطاسيون. علاش غادي يقلو لي زامبورطاسيون؟ لان المنتوجات على برا غاليين والمنتوج الوطني رخيص، وهنايا الاستهلاك الداخلي غادي يطلع، لان المنتوجات ديالنا كانت بلو كومبيتيتيف اون تيرم دو بري. وهنا ما كنهضروش على لا كاليتي، يعني توت ابستراكسيون كي فات بارابور لا كاليتي، كنهضرو على لو بري، ما كندوش على بلوزيور فاريابل. حنا هادشي كامل تيوريك، ولكن باش نفهمو الدرس ديالنا عندنا في البكالوريا. دونك ارتفاع الاسعار في المغرب، ارتفاع الاسعار خارج المغرب، هادشي غادي يخلي المنتوجات الوطنيه يكون عندها اقبال، يعني غيطلعوا لي زيكسبورطاسيون، المبيعات ديالنا على برا غيطلعوا، وغادي نقصوا لي زيمبورطاسيون. علاش غنقصوا لي زيمبورطاسيون؟ لان المنتوج ديالنا رخص من المنتوج الاجنبي، وهنايا غادي ندير واحد التشجيع بالنسبه للاستهلاك الداخلي. الوغ دوينا على الامباكت ديال الانفلاسيون بارابور لي زيكسبورطاسيون و بارابور لي زيمبورطاسيون. هنا ما كنقدروش ندوي على الامباكت الا ما حطيناش دي كا، ولا كا يعني اون فورت انفلاسيون باغ رابور اون انفلاسيون ميتريزي على برا، ولا عاوتاني اون فورت انفلاسيون على برا وعندنا في المغرب اون انفلاسيون كي ميتريزي. دونك هنا كنقارنوا دو انفلاسيون، كنقارنوا دو انفلاسيون في المغرب مع دو انفلاسيون على برا، باش نقدروا ندويو على الامباكت لي زيكسبورطاسيون على لي زيمبورطاسيون. باردون جو ميكسكوز. الوغ بالنسبه ل 3 وي ثالثيام كونسيكونس سي باغ رابور او ريفوني. حنا تنعرفوا بان اون فورت انفلاسيون كيف ما عندنا في لو كور كيقول لك سا فافوريز لو ديبيتور اي سا ديفافوريز ان بو لو كريديتور. شنو تنعنيو بها؟ تنعنيو بها بان الا كنا كندويو على اون انفلاسيون، انا الا تسلفت الفلوس من عند واحد السيد دون اون بيريود الا ما كانت عندنا فيها اون فورت انفلاسيون، يعني سوبوزون باش نقتصروا المثال ديالنا يكون لوجيك ومفهوم ومنطقي، تسلفت من عندك انت 1000 درهم في واحد لا بيريود ما كانتش الانفلاسيون، 1000 درهم شنو هي؟ كتخليني نشري 100 بيان اي سيرفيس، وانا كندوي على لا كونتيتي دو بيان اي سيرفيس اللي غنقدر نشري انايا بداك 1000 درهم، مثال باش نفهمو. دونك الا قلت انا 1000 درهم كتخليني نشري 100 بيان اي سيرفيس، ملي غتكون عندي اون بيريود دانفلاسيون 1000 درهم غادي ناخذ بها على 85 بيان اي سيرفيس. علاش؟ لان لي بري تطلعوا، و 1000 درهم ديال اون بيريود دانفلاسيون ماشي هي 1000 درهم ديال اون بيريود اللي ما كاينش فيها الانفلاسيون. ملي كتكون ابسونس دانفلاسيون، بون ما نقولوش اون ابسونس دانفلاسيون، ملي كتكون اون انفلاسيون كي ميتريزي، الفلوس ديالنا تيخلينا نشرو بلوس دو بيان اي سيرفيس. ملي كتكون عندنا اون انفلاسيون طالعه، الوغ هنايا الفلوس ديالي تيخليوني نشري موان دو بيان اي سيرفيس. علاش؟ لان الاثمنه ولاو غاليين، انا كنت كنشري 100 بيان اي سيرفيس وقت ما كانش عندنا اون فورت انفلاسيون، ولكن ملي ولات اون انفلاسيون الاثمنه غلاو، لي بيان اي سيرفيس ما نقدرش نشري 100 بيان اي سيرفيس، 1000 درهم ديالي غتشري لي غير 85 بيان اي سيرفيس. ونديرو التحليل ديالي اني انا مسلف من عندك انت 1000 درهم، الا تسلفت من عندك 1000 درهم في واحد لا بيريود اللي ما كايناش الانفلاسيون، هذيك 1000 درهم خلاتني نشري بها 100 بيان سيرفيس، ولكن ملي ولات اون فورت انفلاسيون بغيت نرجع لك فلوسك بحال تنعطيك موان دارجون، هي راه موان دارجون ماشي اون تيرم دو كونتيتي، ما عطيتكش 800 درهم، لا غنعطيك 1000 درهم، ولكن لا فالور ديالهم طايحه بارابور لا فالور اللي خديت منهم انا الفلوس. الوغ اوتوماتيكمون سي بحال كنخلص موان دو ديت. الوغ الا كنت انا غادي نخلص موان دو ديت راه مزيانه ليا، عطيتك 1000 درهم لا فالور ديالها طايحه بارابور ل 1000 درهم اللي خديت من عندك نتايا في لا بيريود اللي ما كانتش فيها انفلاسيون. داكشي علاش الناس اللي كيتسلفوا الفلوس، اللي كياخذوا الفلوس الى
رجعوهم في اون بيريود دانفلاسيون راه بحال اللي كيرجعوا موان دارجون باسكو سا بيرميترا داشتي موان دو بيان اي سيرفيس لا بيريود دو رومبورسمون ملي غنرجع لك الفلوس اللي عطيتك غادي يخليوك تشريو موان دو بيان اي سيرفيس الوغ مزيان الانفلاسيون ولا ما مزيان ليا انا اللي غادي نرجع الفلوس باسكو كنرجع موان دارجون ولا ما مزياناش لمن مزيان ما مزياناش لو كريديتور هذاك السيد اللي سلفني بحال هكا رجع ليه موان دارجون دونك بور موا ملي كنقول موان دارجون سي با بارابور ا لا كونتيتي مي بارابور ا لا فالور سي بور سولا كنقولوا بان الانفلاسيون فافوريز لو ديبيتور لو ديبيتور هو داك السيد اللي خصو يرجع الفلوس لو كريديتور هو داك السيد اللي خصو ياخذ فلوسه لانه هو اللي سلفهم دونك مزيانه ليا انا باسكو جو رومبورس واحد لا سوم اللي عندها موان دو فالور بارابور لا سوم دارجون اللي خديت انايا قبل ما تكون عندنا اون بيريود دانفلاسيون ديرنييرمون L'inflation, ça impacte directement le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est une conséquence qui est sociale. Et il a acheté plus de biens et services, mais il a acheté de la satisfaction des besoins d'y aller. On va dire que c'est une conséquence sociale par rapport aux ménages. Là, c'est une bonne nouvelle, mais il y a une forte inflation. Le biais de la rabat, il y a à 100% de l'Ontario. Ma quête qu'on a cherché, il de la satisfaction des besoins, c'est-à-dire que le modèle de la satisfaction des besoins, il y a automatiquement une conséquence sociale parce que tu as dit la pauvreté, la modèle de la satisfaction des besoins, il y a et tout ce qui va avec. Oui, هذا شو تقرأ ده Smart Questions. كن معكم أمين صلى الله. ونتمنى أن في الفيديو تكونوا استفدتوا. وبعدين نضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة أخرى. الله يعينكم.